النقابه والجمعيه ما غتضغطش على السمو الصغير، عرفتي علاش؟ لحقاش انت دابا مستقل عندك 40 طاكسي، بمعنى شحال عندك من شيفور؟ 80 ياك. انا نقابي ولا جمعاوي نهار غنبغي ندير شي اضراب ولا غندير شي حاجه، المهم غنعيط، غنعيط لمول الطاكسيات، راني بغيت الطاكسيات ديالو كيطلعوا معايا، والشيفور غادي يقدر يقول له لا. دابا يجي نقابي او جمعاوي يعيط على الشيفور يقول لهم يلاه معايا غندير واحد الاضراب ولا غندير، ما غيمشيش معاه الشيفور، لان الشيفور خصو يديهم النقابات والجمعيات، عرفناهم هي تيكذبوا علينا، هذاك الشيء باش قبض في المستقل عنده الغرض بالطوموبيل هو، ما عندوش الغرض اللي على رجليه، لحقاش مشي شيفور ويجي شيفور، ماشي غيمشي مستقل وغيجي مستقل، النقابي وال اهلا وسهلا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من ساحه زين العابدين بمكناس، نظافة الأثناء مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، سائقي الطاكسيات الكبار كاعين بسبب الدعم كما كيقولوا، حنا اللي ضاربين تمارة ومالين الطاكسي ما عقلوش علينا، كاين اللي عطى كاين اللي عطى الدعم للشوافريه وكاين اللي ما عقلش عليه، قال ليه اللي بغى يخدم يخدم، اللي ما بغاش يخدم الله يعاوننا يعاونو، كاين اللي باغي يضرب تماره، هذا هو الكلمه اللي كيلقاها الان السائق المهني في وجهه، ان فوا كيدوي على الدعم اللي قراته الدوله مؤخرا لدعم الغازوال والمازوت اللي ضروا منه فئه كبيره من المجتمع وخصوصا الناس اللي كيديروا النقل النقل العمومي. اليوم معنا واحد من السائقين وعدد من الاخوه السائقين اللي حاضرين معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ولو الحراره ديال الشمس قال لك الحراره ديال المازوط ما بقاتش خلاتنا ما نديو لوليداتنا. نعم اجي نشوفوا اشنو واقع لهاد الناس في هذا المشكل، خصوصا ان كيسول حتى المواطن كيسول تزادوا البلايص وتبقات التعريفه بقات هي هي، علاش دار الدعم وما تنقش علينا؟ بزاف ديال الحوايج حتى المواطن كيطرحها، لكن ملي جينا نشوفوا السائق المهني لقينا قلبه عامر. شنو واقع اخويا يعني؟ السائق المهني ما عنده حتى شي يد في هذا الشيء، ما عندوش السائق المهني راه ما عمره هو اللي انه زاد على المواطن، السائق المهني ما تيزيد لان احنا السائق المهني شنو 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 هو باش شنو تسميوها بعدا في المدينه؟ زيرو بولون، شنو هو الزيرو بولون؟ يعني ما عندك حتى شي حاجه، نهار فاش تزاد حنا اللي تنتقاتلوا مع 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 الزبناء، ولي من هذا المنبر تنحيي الزبناء ديال مدينه مكناس، لانهم تيتعاطفوا مع السائق المهني، تيتعاطفوا مع السائق، تيقول لك انت غير شيفور ما عليك والو، الزبون حاس بالسائق، رجل امن تيحس بالسائق، المستغل او النقابي او الجماعوي ما تيحس بالسائق، مصاصين الدماء. يا خويا تنقول لهم انا مصاصين الدماء. واخا تقرر الدعم مؤخرا كما قال الاخ 2200 درهم في الشهر اللي دارت لكل عربه على حساب الكارب ديالك. نعم كاين العربه اللي خدامين فيها جوج الناس ثلاثه الناس، كاين الناس اللي فيها خدامين، كاين انا تنقول كاين المستغل النزيه اللي ما تيبغيش ياكل الحرام كيقبطها عطاها لهم، عطاها للسائقين، قال لهم قال لهم هادو رزقكم انا راه ما غندي منه حتى درهم. كاين واحد اخر شنو دار؟ قسمها على ثلاثه، قال له هذه الطوموبيل، اش دخل الطوموبيل؟ هذه الطوموبيل، هذه لي، هذه الطوموبيل، هذه ليا، هذه ليك، وعلاش قسمتيها على ثلاثه؟ المستغل قسمها على الشيفور، علاش تقسمها معنا؟ انت تخلص المازوت، راه هو اللي تيخلصو ماشي انت. كاين مستغل اللي عطى السائق ضحك عليه ب 200 درهم 100 درهم، ديالاش؟ كاين السائق اللي قال له مازال ما قبضتش، يعني مره اخرى راه ما تقدر تسولو. إذا قالك اليوم راه ما قبضتش، واش مرة أخرى تعاود تقول واش قبضتي؟ ما غاديش تقد، لحقاش أنت السائق مهدد، ديما مهدد. مضطر أنك تخدم. تخدم بالسيف عليك، مضطر. تصور أن السيد 3 شهور 4 شهور ما تيخدمش، تيجي تيقول له واش جيب 7000 وتيقبض الساروت وتيمشي مسكين، وعلاش؟ 7000 ريال في النهار. أقسم ولا عارف ما كاينهاش أصاحبي، واش حنا تنكذبوا ولا؟ ترى حقائق أصاحبي، تيقول له حاليا حاليا تيقول له 7000 ريال، وشنو تيدير لك الشيفور؟ 3 أيام ولا 4 أيام مسكين ما خدمش، عليه كرا، عليه الوليدات بالسيف عليه تينو تيتقاتل، ولا ويدي غير 1000 ريال وما يبقاش جالس، علاش هاد المحنه وهاد الثمن؟ السائق المهني بالعكس راه خصك تعطيه واحد الاعتبار اللي يستاهلو، تعطيه واحد الشخصيه وواحد الكرامه. 2200 درهم نقدروا نقولوا هنا واحد اللي كيخاف الله راه عطى، عطى اللي ما بغاش ما عطاش، راه كاين اللي عنده 20 30 40 وما عطاش. كاين هنا اللي عنده 30 طوموبيل، كاين موجود، كاينين كاينين 60 مليون ديال الدعم، الله يسهل عليه رزقه، هذاك هو حارق والو عباد الله، ما يعطيهش شغلو هذاك. بغيتي تخدم خدم، ما بغيتيش تخدم ما تخدمش. نعم بغيتي تخدم ما بغيتي ما تخدمش ما تخدمش، كاين اللي يخدم، راه قلت لك 25000 بيرمي. وشحال من كريمه كاينه؟ 900
ولا 1000. وفينا شحال مستقل خصك بعدا تشوف شحال مستقل عندنا في مكناس؟ شحال كاينه قلتي من كريمه في مكناس؟ تقريبا 900000. 900 ورجعت شحال عندنا مستقل في مكناس؟ عندنا غير شي 100. 100 هما اللي مستغلين هاد الالوفات هادو كاملين. حالي حللو حللها انت بوحدك وخفر بوحدك. حل ولا بغيتي تعرفهم سير البومبات. تلقى راه تلقى المستغل ما كاين غير هذا وبالزيرويات خدامين بالمستغل بالزيرو. المستغل تيحمي لنا شركه نوار هذه. شركه نوار هي شركه نوار راه بطبيعه الحال نوار. المستغل النقابي والجمعوي تيحمي المستغل والمستغل تيحمي النقابي والجمعوي لان المستغل عنده الفائده في النقابي. النقابي ما استفدتش منه انت كمهني؟ اش غتستفد منه؟ شنو غيستفد مني هو انا بعدا اصلا شنو؟ عندي شي طونوبيل باش غنتبعو. انا اليوم خدام وخدامه خدام. شنو خصو النقابي؟ خصو اللي خصو الطونوبيل. انا شيفور اليوم خدام خدامه خدام باش يحكم التيران طبيعه. انت عندك 40 طاكسي شحال هي من شيفور؟ 80 طاكسي. شنو خصني نحميك باش نهار نبغيك غادي نلقاك؟ السائق المهني راه بزاف على هاتي. حنا قلت لك تنطالبوا من سيدنا الله ينصره صاحب الجلاله الملك محمد السادس، تنطالبوا من رئيس الحكومه باش يعطيو واحد المخطط للسائق المهني. حنا راه بغينا السائق المهني يطلع للعماله هو ويقبض الترخيص ديال سيارات الاجره. نكريو ما تعطيوناش وما تدعموناش. الا تعطيوهم هما الدعم ديال الطوموبيل حنا ما تعطيوه الناس. الا تعطيوهم هما الدعم للغازول حنا ما تعطيوه الناس. الا الغازول دابا يدير 15 دير له 20. السائق ما عندوش المشكل يكري للسائق. حنا نخدموا مع الدوله. الا كان الملاك تيدي 30000 يدي 50000 يدي 60000. هذا سؤال طرح دابا كيفاش 30 طوموبيل عند شخص واحد؟ واه رزقو عنده الفلوس شراهم شراهم. دابا هذا راه ماشي الكريمه ديالو كيكاري تا هو عنده رزقو الله يسهل عليه. السمر مستمر جا السمر رزقو في الطاكسيات الله يسهل عليه. ولكن فاش جات هذه القضيه ديال 12 عام حمدنا الله وشكرنا قلنا الله هي غتقاد كلها غيدي وحيده. دابا انا اللي بغيت نستغل منين غنجيب واحد 30 مليون 32 مليون مده ديال 12 عام منين غنجيبها؟ منين غنجيبها؟ ما عنديش. حنا تنطلبوا يد المساعده. بالنسبه لك كسائق مهني دابا انت شحال تزاد عليك تقريبا في النهار دابا ديال الغازوار؟ رجعوا دائما للغازوار واللي هو على قبل تزادت عليك اضعاف الايمان تزادت عليك 50 درهم 50 درهم 50 درهم ما يحيدك حتى شي واحد. هنا في مكناس مثلا عنده دائما على مكناس كنعرفوا انه كانت اجراءات ديال كورونا كانوا ناقصين البلايص كانتوا دايرين واحد الثمن ديال 4 دراهم ولا 5 دراهم 5 دراهم. ملي تم تخفيف الاجراءات وهذا الشيء تزادت بلاصه ولاو 6 البلايص بقيتوا غاديين بنفس الوتيره. ماشي حنا اللي بقينا غاديين بواد الوتيره. الشيفور راه غير تابع. الشيفور ديما غير هو ديما في الواجهه ولكن راه ديما مسكين هو غير تابع. غير هو غير تابع يتابع. راه شي شكون تيدابز على الاثمنه؟ راه المستغل هو اللي تيدابز على الاثمنه. ما حدا تزيد الدرهم تزيدو انت يا 400. السائق المهني مسكين راه لا حول ولا قوه الا بالله به. راه الزبون قلت لك المكناسي هو اللي حاس بينا. تيطلع الزبون تيقول خويا انت غير شيفور الله يحسن العوان. رجال الامن تيحسوا بينا حنا كمستغلين تيحسوا بينا تيميكوا علينا. علاش؟ لان عارفين شنو هو السائق المهني. 5 الصباح صاحبي والشمس 5 الصباح والشتا كوفيد شكون اللي كان تيصدي الكوفيد؟ مستغل شكون اللي كان مصوفي الكوفيد؟ شكون شكون شكون؟ والطرقان شكون؟ حنا اللي كنا ما تنديو حتى شي حاجه وكنا حامدي الله وشكرا نقولوا دابا تزيان دابا تزيان. جات الوقيته اللي وصلت العدم. ماشي هي اش نقول لك ماشي وصلت العدم. جات الظرفيه فين حسينا واقيلا غيكون واحد التغيير اللي هو زوين. حسينا جات واحد المبادره من سيدنا جات واحد المبادره من الدوله التغيير الاجتماعيه على الاقل. بغينا السائق يستافد ما يضيعش. السائق المهني شنو قال لهم؟ قال لهم كتجي بعض السائق المهني مسكين اللي كتجمعوا ليه في الاخر. اقسم لك بالله وراه هما عارفينها هذه. اي نقابي اي جمعوي عارف هذه القضيه. اي مستغل تنجمعوا لعباد الله هنايا وكيس حق قدك تجمع له؟ تجمع له اليوم تجمع له غدا تجمع له بعد غدا حتى لين ما بين البولات حتى لين حتى لين. السائق المستغل قال لك انا ما نخلصش عليه. الا بغيتي نخلص عليه اعطيني استمراريات. علاش اخويا تدي استمراريات العقد؟ ما يخلصش عليك راسي ما يخلصش عليك. الا تدير الشونتاج مع الدوله قال الدوله الا بغيتيني نعطيك الا بغيتيني نخلص عليه تعطيني استمراريات العقد ديما استمراريات العقد. انت استغل لي الطاكسي 20 عام وزدتيها 12 عام ديال العقد النموذجي وزيدها باستمراريات طلعك. والشيفور قديما تيبي داري مسكين بلاصتو. استمراريه العقد لا استمراريه العقد لا. الدعم خصو يوقف لان هذا
قطع فيه الفلوس، الناس راه تتبيع وتتشري. تصور شنو هي المدة 12 عام 31 مليون الكبيرة، مدة 12 عام الصغيرة 42 50 مليون، واش كاينة الفلوس ولا ما كايناش؟ كاينة الفلوس، كاينة الفلوس، كاينة الفلوس صحيحة وكثيرة. الطاكسي ما خصهاش الدعم، الدعم دابا ديال الطوموبيلات اللي عطيتهم ما خصهمش يعطيوه لهم، راه حنا اللي خصنا ندعموا الدولة، حنا اللي خصنا ندعموا، حنا مع التنمية المدينة، حنا مع التنمية البلاد، حنا مع التنمية السائق. تنطلبوا من سيدنا دار حلول اللي نكونوا فيها كاملين، كاملين زواونين، كامل صافي. انت استفدتي 20 عام و12 عام و13 عام، مبارك عليك. خلي واحد اخر مسكين اللي استفد. دابا فاش جات 12 عام، حنا بغينا اي وحده تسالت لها المده ديال 12 عام تدخل العماله، نولي انا كسائق مهني نمشي نكريها من العماله. ما بغاش يعطيك الدعم، شنو ما يعطي ولا ما يعطيش. دابا هاد الدعم ها هو وصلوا، هاد المستغل وصلوا الدعم، وصلوا الدعم خدام معاه. مثلا انا هو المستغل، قلت لي اخو ما عطيتكش انا، ما درت فلوس الدعم. عرفتي علاش؟ لان ديما السائق انت غتبقى البومبا منك ليها، تتبقى منك البومبا. دبر راسك مع ها ما كاينش، ما بغيتيش، ما بغيتيش السيد بحال كاين اللي يخدم. شنو كنت كتعطي 25000 واحد كاين اصاحبي، وتصور 12 عام 13 عام الخدمه 14 عام وراه جالس ما خدامش، راه جالس ما خدامش، راه بصح راجل كبير. وتصور 60 عام ومازال شاد الفولا، 60 عام مازال شاد الفولا، ماشي حشومه ماشي عيب. تيتزعزع تيشد الفولا، ماشي حشومه ماشي عيب، ماشي عار. ها غادي مسكين يعوج، ماشي حشومه. اللي مات، اللي مشات له رجل، اللي مرض بالسكر، اللي مشاو مساكن ضحايا، ماشي حشومه. تالي زعما هاجي خليت اخويا 12 عام، والله يسهلك. عندك 30 طاكسي 40 طاكسي 50، والله يسهلك. هي 12 عام راه تحديد صافي. تسالات 12 عام دخل اخويا العمل، شكون يستفد منا؟ السائق ما كريونا، انا تنقول لك كريونا، ما تعطيوناش وما تدعموناش. الا كان المازوت دابا تيدير 300، نهار يولي جدا السائق دير له 400، وما تعطيناش الدعم ديال الطاكسي. ولكن تبقى العلاقه مباشره ما بيني وما بين الاداره، ما بين الاداره، ما بين العماله. مستفد انك خدام مع العماله، خدام امني، وغنولي نخلص التغطيه والتغطيه الصحيه غنخلصها على راسي، وما غيخلص عليا. والدوله والعماله تفرض اللي بغات، هاد الوسيط هاد الانترميديير ما غيبقاش، ما غيبقاش. كاين واحد في هاد العلاقه هادي كيربح باطل، تيربح باطل وتيفسد العلاقات وكيدير فلوس غير، تيفسد العلاقات، تيفسد العلاقات. حنا بغينا تكون علاقه عندنا مع العمالة، منا وتفرض علينا العمالة اللي بغات. المسؤولين خويا، رسالتنا للمسؤولين أول حاجة. دابا دابا أنا قبل ما نقول، قبل ما ناخذ الرسالة ديالك، أنا كنلاحظ دابا تا مالين الطاكسيات مساكن، حتى الشوافرية كاين اللي ما قادش يهضر، خايف ليه شي بلاصة. خايف شنو تقول لك؟ هما دابا شحال واحد هرب معاك وهربوا. أه شحال واحد هرب دابا، شحال واحد تقول له هاك الميكرو هضر على الدعم، راه غيقول له الدعم غادي يجري عليه بارا. شد بالله، ديما نقول لاي واحد السائق، والسائق انا كنقول لك واحد هضره، السائق المهني. فاش كنتي في الكوفيد، واش كنتي تدي الفلوس؟ واش كنتي تدخل لولادك شي حاجه؟ ياك 3 شهور 4 شهور مازال فيك الان ديال الكره، ياك الان مازال ما خلصش الضو والماء، وتتخاف من ناس تخاف. ياك سيدنا الله ينصرو عطانا الحق باش نعبروا على الراي ديالنا. انا كنت غنطرطق، عيطت على شوف التيفي، انا عبرت على رايي، انا غنمشي مرتاح. فيها شي حاجة ما فيها توصل، حنا ما مسينا حتى شي واحد وما ضرينا حتى شي واحد، حنا تنهضروا على حقنا. تصور انا كنشوف اي واحد دابا تقول له ما شادش الدعم، تقول له سكبتي الدعم، يقول لك اخويا قبضته، خايب مسكين على ويقول قبضته. اللهم من هذا منكر. حنا تنوجه الرسالة ديما الملكنا رئيسنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لأنه حاسين به تأيي الطاكسي، حاسين به تيأيي الطاكسي. ولهذا المغاربه كاملين يعني تيحس بالمغاربه كاملين، تيحس بهم. لان النهار اللي شفنا لابس التيشيرت فيه الطاكسي، جاتنا واحد الاحتريه اللي عاوتاني هي اللي واعر. حنا بغينا صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويخليه هنينا ويمتعوا ربي بالصحه والعافيه ان شاء الله وبحوله، لانه هو الركيزه ديال هذه البلاد. حنا بغينا باش يشوف السائق المهني، السائق المهني. حنا بغينا، حنا بغينا نمشيو للكتاري، وما تعطيوناش وما تدعموناش. انا ما تنتكريش وما تدعمنيش، غير عطيني الرخصة وطلب اللي بغيتي، دير القوانين اللي بغيتي انت، حنا معاكم. شكرا لك عادل، شكرا خويا، شكرا حبيبي. والله يسلمك. متابعي قناة، مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كما كتابعوا معنا الان، كنتواجدوا هنا بساحة زين العابدين. عدد من المشاكل كيعيشها السائق المهني، سمعنا الان هاد الكلام اللي سمعناه من عند داوي الاختصاص، من عند الناس اللي عايشين هاد الشيء يوميا في الطرقات وفي هاد وامام محطات البنزين، من اللي كيجبد الروسيطة ديال النهار كامل، يحط الفلوس ديال المستغل ويحط فلوس البومبا. هاد الشيء اللي كيقولوا هاد الناس هادو، كيقول لك هذا هو الوضع ديالنا، ولينا مشتغلين على المحطات ديال البنزين وعلى المستغل.
مستغل، ويا ربي غير نوفروا ليه فلوسه باش ما نجريش علينا، باش ما نفقدش المنصب ديال الشغل ديالي، باش نلقى باش نبقى نبان قدام وليداتي انا خدام. لكن شفنا مؤخرا مذكره وزاريه لوزاره الداخليه اللي وضعت فيها مجموعه من القيود ومجموعه من الاجراءات بالنسبه للبطاقه المهنيه، وكيفاش غادا تسير وغتدبر هذه العلاقه ما بين المستغل وما بين السائق المهني. كانت مذكره مؤخرا اللي غادا تنظم، يعني من شانها مذكره للولات والعمال من اجل انهم يوقفوا على هذه الاجراءات هذه. كنتمنوا في المستقبل انها يعني تعطي الاكل ديالها وتنظم هذا القطاع اللي كيضم عدد كبير ديال المهنيين وديال وكيحرك يعني عجله ديال الاقتصاد بلا ما نحسوا، وخصوصا انها عجله يعني كما كنسمعوا 30 طوموبيل او 30 جريمه عند مستغل الواحد، هذه راه شركه في النوار. نعم خويا، انت كسائق مهني شي باغي تقول الكلمه ديالك؟ نقول الكلمه ديال ما شديتوش. علاش ما شديتوش؟ حتى ندخل الانترنت تندخل سميتو تيعطيوني انا مستغل ولا لا؟ انا شيفور. انت شيفور؟ سائق مهني. ملي كتدخل للمنصاج كيقول لك كيعطيوك واحد الطابلو ديال اسمك، كتدخل لي كوردوني ديال مولشي وكيعطيوك هما بان واحد الطابلو حمر من راه الدعم شادو وراه سميتو ما استفدناش من الدعم، وهاد الناس هادو راهم ضايعين. نعم هاد الناس هادو سائق مهني كيف ما كان راه ضايع. وملي دويتي مع المستغل قلتي لي راه قال لك انا ما كنديش الحرام، مش من صفه هاد الهضره كيهضر. واش انت عاد هو هادشي هو ما تيقول؟ هادي هي الهضره اللي كيقول لك انت انا ما كناكلش الحرام، ولكن هاد الناس حنا ضايعين. هاد الناس هادو كلهم راهم ضايعين. دابا انت ملي كتمشي للستاسيون، هادي الستاسيون كنخلص المازوت انا والروسيطات نقصات الروسيطه. هاد الناس هادو عندهم هادهم مات الروسيطه الصغيره كيدير لك 7000 و8000 7000 و8000 هادو راه مازال شويه صغيره، ولا نقصي الروسيطه يصيفطك بحالك. انا ضارب 6 سنين في الطاكسي ويومين هادي صيفطني قال لي سير بحالك ما تتسالش. قال لي سير بحالك ما تتسالش، هادشي اللي كاين. قال لي سير بحالك ما تتسالش. طاكسي صغيره خدمت فيها 479 خدمت فيها انا وصيفطني قال لي سير بحالك. فين هو القانون اللي كيحمينا؟ ما سيري هو اما نتباراليزا اما غنمشي نسعى اما ندير كرسي. هذا هو المصير ديالي. السائق المهني في هذه البلاد هذه ضايع. خص الدوله تشوف معاه، خص الدوله تعطيه الحقوق، دير له مسائل ديالو. هذا هو اللي كاين. انا كنهضرك على الطاكسي صغيره. اما هاد الناس هادو باقا فيهم شويه الرحمه. كنهضرك على الطاكسي صغيره، طاكسي صغيره في مكناس مهمش القطاع ديالها بكل شيء. غادي تقنن ان شاء الله. غادي تجي الطاكسيات هنا كاينين الحريفيه اللي كيعبرونا وكيعتبرونا. هذا هو اللي كاين. شكرا لك مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، خليك معايا هنا. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا، هذا وضع السائق المهني وهذا سائق الطاكسيات الصغير. هذا حتى هو واللي كان معنا طاكسي كبير، يعني نفس الحال كيعيشوا هاد الناس، لا الطاكسي الكبير لا الطاكسي الصغير، ها هما نفس المشاكل كيعيشوها. بغيتي تخدم مرحبا، ما بغيتيش تخدم حط السوارت وسير بحالك. هذه هي الكلمة اللي كيسمعها أول سائق طاكسي في ودنو. هنا كنتمناو أنه تدخل الجهات المختصة، وملي كنتكلموا هنا كنتكلموا على وزارة النقل واللوجيستيك، علاش ما يكونوش هنا أفكار ويتبدعوا طرق باش تنظم العلاقة ما بين هذا السيد هذا سائق طاكسي المهني بالطبع المهني، وكذلك هذه العربات ولا كيفاش كتستغل هذه السيارات، لأن هذه خدمة عمومية من مصلحة المواطن. أشكركم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كان معكم مراسل قناة شوف تيفي منير معطاوي من ساحة زين العابدين، أكبر ساحة ديال الطاكسيات هنا بمكناس والقلب النابض ديال النقل العمومي في مدينة مكناس. كنتمناو التوفيق وكنتمناو الخير للسائق المهني. هذا هو اللي كاين. أشكركم، إلى اللقاء.